أهلا بكم من جديد. قام سعادة وزير المواصلات والاتصالات المهندس كمال بن أحمد محمد رئيس مجلس إدارة شركة مطار البحرين بزيارة تفقدية إلى مشروع مبنى الطيران الخاص بعد إعادة ترميم وتجديد مباني شؤون الطيران المدني الواقعة غرب مطار البحرين الدولي، وذلك بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وأشاد سعادة وزير المواصلات والاتصالات بالجهود المبذولة التي أدت إلى بلوغ هذه المرحلة في أعمال الترميم والتجديد لمباني شؤون الطيران المدني، مؤكدا أهمية الاستمرار بنفس وتيرة العمل لأجل الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد وحسب الخطة الزمنية الموضوعة في فبراير عام 2021. اختتمت أعمال المؤتمر السنوي الثامن لليوم العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعنوان دعم استمرارية الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال وبعد جائحة كورونا، برعاية سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة السيد زايد بن راشد الزياني ومشاركة سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية الأسبق السيد عبد النبي بن عبد الله الشعلة كمتحدث رئيسي. ويناقش المؤتمر عدة محاور هامة تسلط الضوء على أفضل الأساليب والممارسات الدولية المتبعة في مجال دعم المؤسسات. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم معنا عبر الهاتف رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية الدكتور عبد الحسن الديري. مساء الخير دكتور عبد الحسن، وبداية ما هي الأهداف الاستراتيجية لهذا المؤتمر خصوصا أنه يسلط الضوء على أفضل الأساليب والممارسات الدولية المتبعة في مجال دعم المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة؟ أهلا وسهلا أختي، ومساء الخير عليكم وعلى جميع الأخوة المشاهدين. حقيقة أولا نحن سعداء بمشاركة العالم أجمع في هذا الاحتفال باليوم العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، واللي اتخذته طبعا منظمة الأمم المتحدة ليكون يوم عالمي للمؤسسات الصغيرة. نعم. واللي صادف طبعا 27 يونيو من كل عام. أولا مشاركة العالم في هذا الحدث العالمي الهام واللي يعنى بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واللي يكتسب أهمية جدا كبيرة، فهو بمثابة العمود الفقري للاقتصاد الوطني لأي دولة، فهو يوفر أكثر من 70% من الوظائف عالميا ويمثل ما نسبته 50% من الناتج القومي، ولكنه أكثر القطاعات تضررا ولا سيما خلال أزمة كورونا الحالية. نعم، حدثنا أكثر دكتور عن تداعيات جائحة كورونا على جميع مفاصل الحياة الاجتماعية والاقتصادية وتأثيره على مختلف قطاعات الأعمال ولا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. أزمة كورونا طبعا هي حدث عالمي يشمل جميع أركان العالم والاقتصاديات بشكل غير مسبوق، والكل على مستوى العالم يحاول جهده لمواجهة هذه التداعيات، ولذلك احنا ابتدينا هذا العام أن نسلط الضوء على هذا الحدث وعلى هذه الأزمة وكيفية الخروج منها بأفضل السبل، وبالتالي حاولنا أن نجمع تجارب محلية وتجارب خليجية وتجارب عالمية. استطعنا أن نجمع في بوتقة واحدة عن طريق هذا التواصل عن بعد كل هذه الخبرات من مختلف أنحاء العالم، فعندنا تجارب من قارة آسيا ومن قارة أفريقيا وأيضا من قارة أوروبا، فكان هناك متحدثين من داخل البحرين من الخليج العربي. نعم. ومن هذه القارات الثلاث، وبالتالي كان هناك تداول لكل هذه التجارب، وبالتالي خرجنا بما مجموعة 23 توصية ختامية اللي أبرزها طبعا الإعلان عن إطلاق التحالف الدولي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. نعم. واللي إن شاء الله راح يكون مقره مملكة البحرين. جميل. الدكتور عبد الحسن الديري رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية، شكرا جزيلا لك. هنأ سعادة الشيخ نايف بن خالد آل خليفة رئيس مجلس المناقصات والمزايدات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي المخصص لها، كما أكد سعادته أن التحول الرقمي في دورة عمليات المناقصات بدءا من تقديم طلبات الجهة المتصرفة وطرح المناقصات والمزايدات عبر منصة موحدة للإعلان المركزي، مرورا بإيداع العطاءات إلكترونيا وفتحها من قبل لجنة مختصة، ومن ثم تقييم العطاءات وإعلان نتائج الترسية على المنصة ذاتها،
سيمكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المشاركة الصحيحة والسلسة إلكترونيا، بما من شأنه توفير الكثير من الوقت والجهد والمتطلبات اللوجستية. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لبداية تعاقدات هذا الأسبوع، ونبدأ مع بورصة البحرين. فقد أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1277 نقطة بانخفاض بنسبة 0.17%، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية. وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 1,924,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 532,000 دينار تم تنفيذها من خلال 66 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الاستثمار. أما بالنسبة إلى أغلاقات باقي البورصات الخليجية، فنبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 1277 نقطة بانخفاض بنسبة 0.17%. وبالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 4304 نقاط بارتفاع بنسبة 0.44%. وبالنسبة لسوق مسقط للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 3524 نقطة بانخفاض طفيف بنسبة 0.4%. تصدر كل من سهمي البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية قائمة الأسهم الرابحة في السوق السعودي لآخر التعاملات. وجاء سهم سامبا في المرتبة الأولى من حيث الارتفاعات بعد أن صعد بنسبة 9.86%. وجاء سهم البنك الأهلي التجاري في المرتبة الثانية من حيث الارتفاعات محققا زيادة بنسبة 3.89%. يأتي ذلك بعدما أعلن البنك الأهلي التجاري السعودي توقيعه اتفاقية إطارية مع مجموعة سامبا المالية لبدء البنكين بدراسات العناية المهنية اللازمة والتفاوض على الأحكام النهائية والملزمة فيما يتصل بصفقة اندماج محتملة بينهم.